في مقطع اليوم راح نحكي عن أشهر أفلام هوليوود العالمية واللي أظهرت العرب بطريقة سيئة. وبعض هاي الأفلام أظهرت أن العرب إرهابيين، غير الإساءة اللي صارت للدين الإسلامي. والصدمة يا عزيزي المشاهد أنه أغلب هاي الأفلام تم تصويرها ببلدان عربية من ضمنها السعودية والأردن. صدقوني مقطع اليوم راح يكون مقطع صادم. السلام عليكم، معكم أخوكم أنا سيوف ومقطع جديد. طيب بالبداية لازم أقولكم شكرا شكرا شكرا، وصلنا 3 مليون أخ وأخت بالقناة، وبهاي المناسبة كان أجمل إشي إلي إني طلعت ببث مباشر واحتفلت معكم، واللي ما شافوا كمان شوي راح أحط لكم لقطات منه. صحيح كانت أول مرة أطلع ببث مباشر وكان الجو جديد علي، لكن والله إني انبسطت وشفتوا أنتم كيف ردت فعلي وفرحتي، فشكرا لكم على كل شيء قاعدين تقدموا لي إياه، سواء بيوم من الأيام حطيت لي كلمة حلوة أو كتبت لي كلمة حلوة أو ضغطت زر اللايك أو اشتركت أو أي كلمة حفزتني فيها أو تابعتني بأي مكان بالسوشيال ميديا، أنت هيك تكون دعمتي، فشكرا شكرا لكم والله يقدرني وأكون عند حسن ظنك. صحيح إني ما تخيلت بأحد الأيام إنه تخيل 3 مليون شخص يعرفك، والله إشي كبير، فشكرا لكم وأعتذر إني قاعد أطول عليكم بالكلام، بس لازم أطول أشكركم وأترككم مع ثواني صغيرة من الاحتفالية وتشوفوا ردة فعلي لما وصلنا 3 مليون. الاحتفالية خلينا ننتقل لفكرة مقطع اليوم وننتقل فيها للفيلم الأول اللي أساءوا للعرب والإسلام فيه. الفيلم الأول معنا واللي هو A Hologram for the King. لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك. الفكرة بهذا الفيلم انهم كانوا جايبين تكنولوجيا الهولوجرام واللي هي انهم يجسدوا لك اي اشي ممكن تتصوره زي كأنه حقيقي قدامك، وجايين يوصلوها ويجربوها للسعودية. طبعا بهذا الفيلم حصلت اساءات جدا كثيرة، ابتدت انهم اساءوا للمرأة المحجبة واظهروها بصورة سيئة. فمثلا شوف هاي اللقطة. Vous m'avez appelé. Ah ouais. Oui, j'étais de nuit, je venais juste de finir une opération. Merci beaucoup. Alan! Alan! يوسف. شفتوا اللقطة؟ بالبداية هاي الطبيبة هم معتبرين انها سعودية، واضح قدامكم انه المرأة متحجبة تماما، لانه كمان شوي راح افرجيكم كلام ثاني. فهون بهاي اللقطة بطل الفيلم صار يحب هاي الطبيبة، وبس صاروا يحبوا بعض المرأة هاي تركت الحجاب، بطلت تلبس حجاب. غير اللقطات المسيئة اللي مستحيل حدا يقدر يعرضها لنفس هاي الامرأة، علما انه هذا الفيلم تم تصويره بالسعودية. انا مستغرب كيف انسمح له انه ياخذ هيك لقطات صراحة، ولا اتوقع انه الدولة ما كانت عارفة عنه لأنه مستحيل تطلع هيك لقطات صراحة. فمثلا شوفوا المرة كيف صارت بعدين. Pardon. Je voulais pas vous faire peur. Non, tout va bien. Je dois nager sous l'eau.
اعتذر اني عرضت يمكن لقطات غير مناسبه، انا عرضت لكم اشياء بسيطه فقط، غير انه هاي المراه اللي كانت محجبه صارت تشرب كحول معه وعادي الامور بسيطه، غير انه هذا الشخص اللي المفروض ممنوع يدخل مكه دخلوه مكه وصوروه داخل مكه المكرمه، وكان يطلع على النساء وصاروا يحكوا له انه ما بيصير تطلع، يعني انتم متخيلين؟ وغير انه عمد الفيلم كانوا يحكوا انه يعني زي كانه هاي البلد بلد صحراء وشعبها شعب متخلف، هيك كان بوجهة نظرهم، فهمتوا علي؟ انه الشعب هناك بس يرعى الابل وعايش بصحراء، هذا كانت وجهة نظرهم بالفيلم كامل، وحطوا كمان المواطنين السعوديين انهم يحكوا كلام يعني كلام مستحيل تقدر تحكي، يعني شو اوسخ كلام ممكن تسمعه هم حطوه دون ما يطوطوه دون ما يخفوه دون ما يشيلوا منه اشي، عشان هيك بصراحة انصدمت من هذا الفيلم. يوسف بالله خذ لك اي مخرج من الباص الى المكرمة. سجلتني الله يسجل أم الساعة اللي جبتك معايا فيها. فهذا كان معنى الفيلم الأول، وخلينا ننتقل للفيلم الثاني واللي هو آيرون مان. طيب احد حلقات ايرون مان واللي كان عنوانها ايرون مان ضد الارهاب، وطبعا اكيد اي شيء ارهابي او حرب يحطوه عند العرب ويحطوا العرب فيه. نعم هذا الجزء كان بافغانستان، والصدمه تعرف شو يا عزيزي المشاهد؟ تعال شوف الكومنتات، شوف الكومنتات هاي كلها قبل اسبوعين قبل اسبوعين قبل اسبوعين قبل اسبوعين قبل اسبوعين، شوفوا شو قاعدين يكتبوا، انه افغانستان نيد ايرون مان ان ذير كانتري رايت ناو، يعني يقول لك انه فعليا افغانستان بدها ايرون مان حاليا بعد الحركه اللي صارت فيها حركه طالبان وغيرها. طبعا انا هسه راح اعرض لكم لقطات من الحلقه، وركزوا بكلام الشخص اللي جايبينه يمثل بالعربي، حتى اللغة العربية ما يعرف يحكيها كويس. وآيرون مان هذا جزء من أفلام كثيرة، أي إشي إرهابي يحطوه عند العرب، أي إشي فيه حروب يروحوا يرموه عند العرب، زي كأنه إحنا اللي نصنع الأسلحة، زي كأنه إحنا اللي نساوي لهاي الحروب. شوفوا اللقطات أنتم ونرجع نحكي بعدين. يلا نايم خلا كل العائلات، يلا تعالوا يلا توهوا اطلع برا، يلا 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 فاتروا مع بعض، اخلص منه إيش اللي تدب. زي ما شفتوا كالعادة هم اللي يبحثوا عن السلام وهم اللي قاعدين يحافظوا على السلام، واحنا اللي حطوا العرب كلنا ارهابيين، وشفتوا كمان انتوا بالفيديو انه احنا عرب ونذبح ببعض، فهمتوا علي؟ ما اعرف، اكتبوا لي والله اراكم بالكومنتات، احب اسمع اراكم بهاي الشغله. وخلينا ننتقل للفيلم اللي بعده. الفيلم اللي بعده يا عزيزي المشاهد واللي هو The Heartlicker. So what do you got? The car has been parked illegally. The suspension is sagging. There's definitely something heavy in the trunk. Interesting. وهذا الفيلم تم تصويره بنفس المنطقة اللي أنا عايش فيها، وراح أفرجيكم إنه تم تصويره بمنطقتي كمان شوية بمقاطع راح تشوفوها. المهم بهذا الفيلم يكون الجنود الأمريكيين متوزعين ويجي عليهم مواطن عربي، وهذا المواطن عربي جسمه كله ملفوف بأحزمة ناسفة، وهاي الأحزمة النافسة وهاي الأحزمة الناسفة عليها تايمر وعداب إنها راح تنفجر بعد شوي. فهون يجي دور الجنود الأمريكية وكلهم يجوا يحاولوا يساعدوا هذا الشخص ما بدهم إياه ينفجر، ويحاولوا فكوا القنابل بطريقة أو بأخرى، ويحاولوا يقدموا له مساعدة بشتى الطرق. وبالنهاية أنا صاحب عائلة ما أريد أموت بهاي الطريقة، عودين هاي راح تنفجر، أنت شايفها راح تنفجر، هاي راح طلع إيدك على راسك، ارفع إيدك، خلصوني بسرعة. I can't get it off. I'm sorry, okay? You understand? I'm sorry. لا تعوفني. You hear me? I'm sorry. No. I'm sorry. No. Get down. No. Now, stay down. أشهد أن لا شفتوا كيف وشو دور العربي في هيك افلام؟ وركزتوا انتم بالخلفيه انه مركز الاحمد وشركه اتصالات فممثل عندنا، فعليا المنطقه هاي كانت تجمع باصات، مستحيل يعني مر يوم لما اروح من المدرسه ما اجي منها. واذا ركزتوا اسماء المحلات اللي كانت بالخلفيه كلها عربيه، بس تعالوا خليني احكي لكم على لقطه صغيره كانوا يمثلوها فوق بيت، وشوفوا كيف الناس رفضت تدخل بيوتها وظلوا قاعدين يتفرجوا على اللقطه، وطلع بنفس اللقطه بصوره، شوفوها شوفوها انا ما راح احرقها عليكم. We got a lot of eyes on us, James. We need to get out of here.
راجده. شفتوا كيف اللقطه؟ وهيك احنا نكون الثلاث افلام اللي حكينا عنهن كلهن تم تصويرهم بلاد عربيه، الاول بالسعوديه والثاني بافغانستان والثالث بالاردن. خلينا ننتقل للفيلم الاخير واللي هو ذا مامي. طيب هذا الفيلم اتوقع تم تصويره باحد السجون المغربيه او الجزائريه، لانه هيك كان واضح من اللغه اللي كانوا يحكوا فيها. لكن شوفوا كيف قمه الوساخه والقذار، انه حاطين لك احنا العرب اغبياء وشعب رخيص. هسه راح تشوفوا وتفهموا انتم اللقطه، بس تشوفوها. شوفوا كيف المره الامريكيه كانت تقدم مصاري الرشوه لرئيس السجن عشان ما يعدم هذا الشخص. شوفوا شوفوا انتم اللقطه. Any last request, pig? Yeah, loosen the knot and let me go. يمشي بحاله يا حمان. Of course we don't let him go. يلا ابدا. 500 pounds. وقف عندك. And what else? I'm a very lonely man. يلا اطلق. No! اتوقع واضح من الجزئيه اللي شفتوها شو كان مقصود باللقطه، وما في داعي اني اشرحها. وما وقفت بس على اربع افلام اللي جبناهم اليوم، لا، في اغلب او 90% من الافلام اللي نحضرهم دور العربي ما راح يكون فيها غير ارهابي او شخص قاتل شغل حروب. هذا الدور العربي اللي ماخذينه فكره عنه. لكن بصراحه انا ما انصدمت انهم هيك حاطين العرب، لا، انا انصدمت انه هاي الافلام تم تمثيلها بالدول العربيه. هذا الاشي اللي صدمني صراحه. فاتوقع بس بهيك كنت ها مقطعنا اليوم. اتمنى انه مقطعنا لاعجابكم. اذا بدكم نجيب كمان جزء ما عندي مشكله، خلينا نوصل هذا المقطع 100,000 لايك ونجيب جزء جديد. وارجع اقول لكم شكرا 3 مليون اخ واخت في القناه، الله يسعدكم. وان شاء الله بعد هذا المقطع راح يكون في تطور ورحله جديده باذن الله. فاترككم بحفظ الرحمن ليوم الاحد باذن الله الاحد مقطع جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.